برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 79، وعنوان حلقتنا حيرة الأشاعرة والوهابية في غيرة الله وأذيته. في سؤال سبته معاكم من الحلقة اللي فاتت، السؤال بكل بساطة: طالما إن الله قال عن نفسه إن جسم بين قوسين ليس كالأجسام زي ما بيقولوا غلاة الحنابلة الوهابية، هل الجسم ده ليه مشاعر ليس كمشاعر المخلوقين؟ هل الجسم ده ليه إحساس ليس كإحساس المخلوقين؟ وهبدأ مع حضراتكم ونروح لكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قوله باب الغيرة. قال عياض: وغيرة هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزوجين هذا في حق الأدمي. طبعا ده شرح لحديث الرسول: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا لا أغير منه والله أغير مني. وشفنا زي ابن حجر بيستشهد بكلام القاضي عياض، وطبعا ابن حجر بيوافق القاضي عياض في شرح الحديث، وإن بيقول الغيرة دي اسم مشتق من تغير القلب والغضب، والله لا تليق به الغيرة، لأن أكتر حاجة تسمى بها الغضب وهيجان القلب هو اللي بيحصل بين الرجل ومراته. الغيرة أو الغيرة معناها أن الزوج شاف حاجة من مراته فغضب وتغير قلبه، وطبعا معنى الكلام ده أن الإحساس بالغيرة لا يليق بالله، وفي حق الآدمي مقبول لكن غير مقبول في حق الله، وأن الغيرة دي معناها أن الله ممكن يتغير. وينقل لنا ابن حجر كلام ابن العربي، وشوفوا معايا. وقال ابن العربي: التغير محال على الله بالأدلة القطعية. لكن الوهابي الشيخ البراق بيختلف جملة وتفصيلا مع ابن حجر ومع القاضي عياض ومع كل الأشاعرة، شوفوا بيقول إيه. والحق أن التغير من الألفاظ المهملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى، إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيا ولا إثباتا، والواجب في مثل هذا التفصيل والاستفسار. الشيخ البراق بيقول إن التغير من الألفاظ المهملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى، فما فيش نص بينفي عن الله الغيرة أو الغيرة يعني، وما فيش نص بيثبت لله الغيرة. نكمل كلام الشيخ البراق ونشوف يقول إيه مع بعض. فمن أراد بالإثبات أو النفي حقا قبل، وإن أراد باطلا رد. فالتغير إن أريد به النقص بعد الكمال أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز وجل، لأنه منزه عن النقص أزلا وأبدا. وإن أريد به التغير في أفعاله تبعا لمشيئته وحكمته، مثل أنه يحب ويبغض ويغضب ويرضى، فذلك من كماله. وتسمية هذا تغيرا في ذاته ممنوعا وباطل، والأسماء لا تغير الحقائق، والمعول في الأحكام على الحقائق والمعاني لا على الألفاظ والعبارات. طب يا شيخ البراق، أما الحديث الرسول اللي بيشرحه ابن حجر أتعجبون من غير السعد وأنا أغير منه والله أغير مني؟ الرسول بيقول الله أغير مني، يعني الرسول بيثبت الغيرة لله. فانت ازاي تقول ان مفيش نص يثبت الغيره لله او ينفيها؟ النص واضح تماما ومحكم، وان الرسول بيثبت الغيره لله. وبعدين يكمل الشيخ الوهابي البراق كلامه ويقول اسمعوا: الغيره اللي بينفيها او يثبتها لازم نعرف هو عايز يقول ايه. حاجه غريبه، الشيخ البراق قبل شويه بتقول ان الغيره لم ترد في حق الله لا نفيا ولا اثباتا، وبعدها بسطرين يقول احنا لازم نعرف نوايا اللي بيثبت او ينفي الغيره. فلو كان ابن حلال ونواه طيبه هنقبل كلامه، ولو ما كانش ابن حلال ونواه مش طيبه مش هنقبل كلامه. يعني اللي يثبت الغيره لله او ينفيها يكون عاوز الحق نقبل منه، واللي يكون عاوز باطل نرفض كلامه. وطبعا أنا ابتديت بالغيرة علشان بتعبر عن الغضب أو المشاعر أو الأحاسيس أو العواطف، زي الحب مثلا والغيرة فيها معنى للأسف ما فيش أي حد من اللي نقلنا كلامهم يتكلم عنها، وهي الألم، لأن الغيرة بتعبر عن ألم معين أو ممكن نقول عدم ارتياح برضه.
وبدال ما يلفت أشعر حقيقة الغيرة لأنها بتدل عن الألم أو الوهابية يثبتوها وينفوا الألم برضو، الاتنين قالوا إن ده تغير واختلفوا على التغيير. زي ما نقلت حضراتكم، أرجع مرة تانية لكلام الشيخ الوهابي ابن عثيمين وأحط قصاده كلام الأشعر الدكتور عبد القادر علشان نروح للنقطة المهمة في كلامنا. شوفوا معايا. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى منزه عن التجسيم والتبعيض والتجزيء، ومن قال جسم لا كالأجسام فقد كفر. ده هو إجماع أهل السنة والجماعة اللي بينقله الدكتور عبد القادر الحسين. لكن أنا سؤالي للأزهر الشريف وللشيخ والدكتور أحمد الطيب والمشايخ الأزهر وطلاب الأزهر، لو كان كلام الشيخ عبد القادر الحسين فعلا يعبر عن العقيدة الأشعرية اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة الأشعرة يعني، وإن اللي يقول إن الله جسم لك الأجسام فقد كفر، أنتوا ساكتين ليه على دين الوهابية المبني على تجسيم الله والكذب على الله؟ دين مشايخه مش بيجسموا الله وبس، بيقولوا إن الله جسم لك الأجسام ويسكتوا، لأ دول بيقولوا إن الله هو اللي بيجسم نفسه. يا أزهر، ليه ما كفرتوش اللي بيجسم الله تصديقا لعقيدتك؟ ولا يكونش كلام الدكتور عبد القادر الحسين كله افتراءات واكاذيب؟ عموما اروح لكلام الشيخ الوهابي الشيخ ابن عثيمين ونشوف الفيديو اللي جاي. فما هو الجواب على ذلك؟ الان كنا لازم ان يكون جسما وان يكون محدودا. نقول اذا لازم ان يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. زي ما شفتوا الشيخ ابن عثيمين بيقول جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. أيوة، هو ده الكلام اللي هنتكلم عنه بالتفصيل. طالما أن الله جسم ليس كالأجسام أو ليس كأجسام المخلوقين، وإحنا قبل شوية قلنا أن الله بيغار، فأكيد غيرة الله ليس كغيرة المخلوقين. ونشوف الشيخ ابن عثيمين هيتكلم عن غيرة الله وهيقول ايه في الفيديو. الغيرة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، ولكنها ليست كغيرتنا بل هي اعظم واجل. اذن الله جسم ليس كاجسام المخلوقين، ويغار غيرة ليست كغيرة المخلوقين، وغيرة الله حقيقية. وبالعقل كده طالما ان غيرة الله حقيقية اذن لازم الغيرة هيكون حقيقي، ولازم الغيرة ده يعني كده زي ما أنا أقول عين، لازم العين إيه؟ الرؤية. فلازم الغيرة هيكون حقيقي اللي هو إيه؟ الألم. الألم لازم الغيرة هيكون الألم. أي إنسان يغار بيشعر بالألم، طبعا ألم الغيرة مش زي الألم اللي بيشعر بيه مثلا اللي بياخد علقة مثلا، بس بيبقى فيه ألم. هل الله يتألم طالما إنه جسم؟ طيب قبل ما أبدأ مع حضراتكم في إثبات إن الله يتألم، لازم أبدأ معاكم في إثبات إن الله يتأذى أو إن الأذى يقع على الله. لأننا لو أثبتنا إن الأذى يقع على الله إذن شيء منطقي جدا إن هيكون لازم الأذية ألم. يعني لو قلنا إن الله يغار إذن الغيرة تعتبر أذية، يعني حاجة تسبب الأذية سواء الحسية أو المعنوية. وزي ما شفنا الشيخ الوهابي ابن عثيمين هو بيقول إن الغيرة في حق الله حقيقة. ونشوف الفيديو اللي جاي. الغيرة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، ولكنها ليست كغيرتنا بل هي أعظم وأجل. إذن لازم الغيرة الأذية، حتى لو كانت أذية معنوية، ولازم الأذية الألم حتى لو كان معنوي. لكن الإشكال إنه طالما كان الله جسم حقيقي ليس كأجسام المخلوقين، وطالما الغيرة حقيقية ليست كغيرتنا بل هي أعظم وأجل زي ما قال الشيخ الوهابي بن عثيمين، إذن الأذية لازم تكون حقيقية ليست كأذيتنا بل هي أعظم وأجل، والألم الناتج عن هذه الغيرة لازم هيكون ألم حقيقي ليس كألمنا بل هو أعظم وأجل. وأنا عايزك تتابعوني الحلقة الجاية عشان تشوفوا معايا حرفيا من كلام ولاة الحنبلة الوهابية إن الله بتقع عليه الأذية، والأذية دي حقيقية، وهنشوف برضو إزاي بيهربوا من لوازم الكلام اللي بيقولوه. وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة، فهذا
فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.